هذا الاجتماع الرابع ديال اللجنة البيئية الوزارية اللي بعد الواقعة ديال الزلزال. اليوم كان اجتماع مهم، حنا في إطار يعني تنزيل ديال واحد المشروع ديال الوكالة باش يعني تشتغل على هاد المناطق اللي هي الضغط كلها في المستقبل إن شاء الله، وغادي تقدم للحكومة في يعني في الأيام المقبلة، وهذا غادي يخلي أنه يعطي جواب على يعني الكيفية ديال التدبير ديال في المستقبل. وهاد يعني الوكالة لتنزيل كل ما جاء يعني وما تقدم لصاحب جلالة من استثمارات اللي خصها تكون في هذه المناطق. وكان كذلك نقاش أنه نفكروا بأنه كاين مرحلة اللي هي إعادة يعني البناء السريع في هذا ما يخص المدارس والطرق، واحد العدد ديال الانجازات اللي خصها توجد واللي ان شاء الله غادي تشتغل ابتداء من الكونت 1 جوج 6 126 اللي قرروا صاحب الجلاله، وغادي نبداو نشتغلوا في اعاده ديال يعني البناء والتشييد، وغادي الاخوان الوزراء انهم مشتغلين باش يوجدوا البرنامج ديالهم يعني لتسريع هذا البرنامج. فيما يخص التنمية ديال المنطقة كذلك اجتماعات متسلسلة غادي تكون إن شاء الله في يعني في الأيام المقبلة باش نقفلوا هذه المشاريع كلها اللي كاينة وتكون الورقات ديالها يعني موجودة باش نحاولوا ننزلوها كذلك في الأسابيع المقبلة إن شاء الله في الميدان. إذا الدينامية يعني متواصلة لإعادة بناء ما هدم، وكذلك التنمية ديال المناطق هذه الجبلية اللي تقاست تحت يعني معلوم حنا بالتعليمات ديال صاحب الجلالة وبالتوجهات ديالو باش نهبطوا هذا الشيء كله للميدان. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.